سنة الشيبان تربية النساء أقوضي وقدود انتفاح قميدل توالان ستيسنات الحسنة الشيبان استيشيغان إزراني نطفاطن يقبور ديما ينوثن يعشق نسن ديدان أسقجاج الإقليم الميدل تبران نساء مشاركة ويوم المهرجان موسم التفاح لأول مرة تكتين وتم زواروت باش انش باش نصبرح الجمهور الميدلت نتمنى نعاود نشارك ان شاء الله نتمنى هذا سمي يعجب الجمهور وياد ندى نتقى تقوات الحمد لله يزري المهرجان يزري غوده الذي تنظيم الذي المغنيين والذي كوشي الذي الاخبار الميدن كوشي دانت الذي الميدلت الذي النواحي ديخ الغرده باش نفرج المهرجان التفاح عجبنا خقاينا زورنا كزرين زيس مصطفى شابوني اشيبان ان شاء الله لن تكونوا نجات عتابوا تزريس الخير ثانا زورت نجات عتابوا ودن ثلاثة الصيغة سيدة نيض ميدلت سيزران النساء نطفاثن توجو سقوسات غية نزغ شيغان ينجد دادي مرايين غر ميدلت ادويا ذا اخ ميكاتا ان ابدادا وقدود تفاح تمكن المهرجان من استقطاب اكثر من 20,000 زائر وبمشاركه اكثر من 60 عارض يتمحورون عباره عن منتجين ومهنيين بالقطاع وجمعيات وتعاونيات مهتمه بمنتوجات المجاليه اترم سي بتاذت مشين شيغان امس مغورين ايمس بسرية مونس الغلان تفاحي غودان قوكدودا امكن توصن غرة اصنا زور تخثارت اليس ميدلت سعيدة بادي التكريم ليه طابع خاص وليه وقع خاص كنشكر الناس اللي فكروا فيا يعني والتفتوا لهذا المجهود اللي بذلت يعني سنين طويله نتمنى انه المشعل نقدمه لجيل اخر أقدود أنت فاح قميدلت إيش متي ويري وينسى توالو سقاسات توق داون مثارة سمغرس العالم انتبابت يتموشن يتفاح الميدلت إذا ندي وشاء الدور يتفاح الميدلت جيت أديام زاد غرنس جاج نسطوق مغربي دو مضلانة ويستبدين خفو قدود وثن المعادة إيه ودود انت فاح كتوالا نستي شارطة